وصية الكاظم صلوات الله هي لي، هي لي أنا. شوف شو يقول الهشام. نعم. قال يا هشام احذر هذه الدنيا. يعني أول نقطة إنه يا جماعة لا تأمنون الدنيا، مو خوش دنيا. احذر هذه الدنيا واحذر أهلها، يعني لا تصير طيب زايد، لا تصير تب كل واحد حباب هذا وكذا. بابا شنو حباب؟ هاي القضية، هالنظرة، أنا للأسف يعني اسمحوا لي، يعني هالنظرة العاطفية الرحموية إن صح التعبير، في كثير رحموية هاي جديدة. نعم. زين للآخرين هذا مو صحيح، الإنسان يكون هالقد سطحي بين قوسين ساذج. المؤمن كما يقول المؤمن كيس فطن، كيس يعني صاحب كياسة، من باب اللطيف. واحد كان قاري الرواية يقول المؤمن كيس قطن. كباب مو كيس قطن، كيس فطن. كيس يعني الكياسة، كياس يعني نبه، فطن ذكي. المؤمن هيك. والله كما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه يمقت العبد حسب تعبيرنا، العبد الهبل أو الهبل. فراسة المؤمن سيدنا التقى. هذه فالإمام يقول له احذر الدنيا وأهلها.